هذه الأسمدة، عايزين نعرف برضو سيادة المشاهدين ونذكرهم، هي الأسمدة، أنواع الأسمدة، الفرق ما بين الأسمدة الطبيعية والأسمدة الأزوتية، وكل هذه المتعلقات الخاصة بالأسمدة بشكل عام. ألقي لنا الضوء عليها يا فندم في البداية. هو السماد كسماد هو عبارة عن الغذاء الذي يقتات منه النبات، نعم، والمفروض أن العناصر المغذية بتنقسم إلى قسمين. نعم. قسم عناصر كبرى، يعني النبات بيحتاجها بكميات كبيرة، تمام، زي النيتروجين، البوتاسيوم، الفوسفور، وعناصر أخرى بتطلق عليها العناصر الصغرى، مش علشان هي ملهاش أهمية، ليها أهمية قصوى، واخد بالك، زي ما هنتعرض بإذن الله في أثناء الحديث، تمام. إنما النبات بيحتاجها بكميات قليلة تقدر بالجرامات. جميل. في ان بتوين بين الاثنين في عناصر سنويه زي المغنيسيوم زي الكالسيوم، ودي بتضيف صفات جوده وكلام من ده للمنتج النهائي. نعم. الاسمده كاسمده دلوقتي السوق مليان اسمده، لدرجه ان المزارع دلوقتي بقى في حيره من امره. يعني اول تسجيل تقريبا للمركبات كان سنه تقريبا 81، كان السماد بيتسجل في معهد بحوث الأراضي والمياه، تمام، وبعد الاختبارات اللي بتجرى عليه ويبقى في السوق موجود. نعم. أصبح الآن اتغير الطريقة بتاعت التسميه بتاعت التسجيل، وقال لك إن المركب لا يخضع للاختبارات. نعم. واخد بالك، بالنسبة للأسمدة المخصبات دلوقتي وتركوا العملية للسوق. فبقى السوق مليان، لدرجه ان انا يعني انا جمعت عندي كتيبات في المركز، ممكن ابعت لكم صوره منها، تمام، واخد بالك، للاسمده اللي موجوده في السوق دلوقتي، كم كبير جدا. وبعدين لما نجري عليها تجارب، واخد بالك، بنلاحظ يعني مثلا زي الحديد الاديتا 13%، في حديد اديتا 13% بتاع الشركه سين، بتاع الشركه صاد، بتاع الشركة عين، بتاع الشركة ميم، بتاع شركات متعددة. المفروض أنا لما أجي أختبر هذا السماد، واخد بالك، على نبات معين يديني نفس التأثير، تمام، بجد أن هناك تأثيرات مختلفة. التأثيرات المختلفة ليه؟ التأثيرات المختلفة نتيجة لأن يا إما ال 13% دي مش مخلبة كلها، يعني في جزء منها مخلب وجزء منها معدني، تمام، أو في حاجة اسمها الإضافات غير المعلن عنها، اللي هي الانون اديتيفز، ودي بتبقى ممكن زي الفيتامينات، زي المنظمات نمو وحاجات، تمام. يعني فالمفروض ان البلد دلوقتي ثابت البتاع دوت، تسجل وتاخد 5 سنين ومتروكه للسوق. المزارع كمزارع بيدفع فيه المركب ده عشان يشتريه، وبعد كده هوت اذا جاب معاه نتيجه بيظل يشتريه، فبيمه، واخد بالك، يجي يعيد تسجيله مرة أخرى لأنه ماشي في السوق، تمام، واللي مش هيمشي السوق هيموته. طب هل الأسمدة كلها دي يا فندم حضرتك قلت لي بتختلف تأثيرها ما بين نبات لآخر أو ما بين نوع لآخر، صح كده؟ طيب هل كل الأسمدة دي جيدة؟ هل كل الأسمدة ممكن تكون يعني زي الأسمدة التانية أو الأسمدة اللي بيستخدمها الفلاح بشكل دوري وشكل مستمر؟ ولا بتختلف؟ الأسمدة دلوقتي احنا يعني في برضو موجة جديدة دلوقتي، في لازم نفرق برضو بين حاجتين، بين السماد اللي بيحتوي على أكثر من عنصر اللي هو السماد المركب والسماد المخلوط، واخد بالك. للأسف الشديد في بعض الأسمدة بيقولوا عليها مركب، وهذه التسمية خاطئة، لأن ده مخلوط ليس مركبا، تمام، لأن كلمة الفرق بين السماد المخلوط والسماد المركب إن كل حبة أو كل ذرة من السماد بتحتوي على مثلا 19% نيتروجين، 19% فوسفور، 19% بوتاسيوم، تمام. ممكن أعمل سماد أنا 19 19 19، بس يبقى مخلوط، أجيب الكومبوننت بتاع الأسمدة وبخلطها بطريقة معينة بحيث يبقى ده مخلوط. ففي فرق المخلوط عن المركب، ودي برضو بتخلي الناس يعني ايه يبقى عندها لبس. تمام. الفيرميكس مخلوط، ده سماد موجود في السوق، بس الشركه بتقول ان ده مخلوط، انما في اسمده تانية بتبقى مخلوطه والناس يقولوا عليها مركبه. نعم. دي ناحيه. الناحيه التانية في بعض الاستخدامات بتبقى الخاطئه،
واخد بالك؟ يعني مثلا واحد الارض بتاعته فيها كالسيوم كربونات كتير ويجي ياخد السنجل سوبر فوسفات اللي هي السوبر فوسفات الكالسيوم ويحطه، ده انت عندك مشاكل في الكالسيوم، ما ينفعكش بالظبط، هتزود المشكله. ده علشان تغطي على هذه المشكله، انت الاستخدام الصح بتاعك التريبل سوبر فوسفات لان منزوع منه معظم الكالسيوم اللي انت بتعاني منه. تمام. في ساعات تانية تبص تلاقي مثلا في ارض ملحه فيها ملوحه كتير، واخد بالك؟ طب السماد النيتروجين اللي انا استخدمه ايه؟ تمام. واخد بالك؟ استخدم سلفات الابونيوم ولا استخدم اليوريا ولا استخدم نترات البوتاسيوم ولا استخدم نترات الكالسيوم؟ واخد بالك؟ فشيء يعني المزارع ما يعرف